السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، اليوم ان شاء الله كما شفتوا من العنوان وبديت لكم جوهره. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا الفصاله ديال جوهره. بزاف الناس كيتسناوها، ماشي جوهره عاديه، غنفصلوها غندوره جوهره، يعني داك البيسه ديال الغندوره اللي كتكون لكم منافعه، ماشي بحال هذا. ولكن هذا بما انكم قلتوا بغيت نشاركوا معكم، هو قفيت نص صغير طلع غزيول. هذه لا كوموند ديال واحد السيده من اسبانيا، ما نخسرت عليكم بالتي فنوار، ما تديوش عليا غير يلاه كملات وقلت نشاركها معكم. حدا جات في جمع الفيديو نيشان انت اختي، هي والبنوته، جو غزيولين. هذا راه شاركت معكم الفصاله ديالو في القناه ديال الوالد ديالي، ديروا خياط الاصاله والمعصره غيطلع لكم الفيديو الاخر فيه فصاله قفطان جوهره 4 سنين 3 سنين 4 سنين. هو هذا البنات كيفاش طلع جغزال وطرزناه حتى هو النيت بالكترفيل، وهذا حتى هو مطروز. هادو ديال السيده اللي من اسبانيا غيمشيو ليها اليوم ان شاء الله، خصني نصيفطهم وقلت نصور بعدا الفيديو. بزاف البنات كيتسناو فصاله جوهره كما قلت لكم، ماشي بحال هكا قفطان. غادي نوريكم فصاله ديال بحال كما قلتو كيمونو اولا كتكون دراعيه، كاين اللي كيقولها دراعيه وكاين اللي كيقولها الفوقيه. المهم كتجي حنا كنقولو غندوره، كيجيكم ها منها فيها. ولا الناس اللي عاقلين على الدهاز ديال اختي، راني صايبتها لختي في الدهاز ديالها في البلوسير، نقدر ندير لكم هنا شي تصويره باش تعرفوا الموديل كيفاش داير. المهم اللي تيكون كم منافع ما كيكونش مقطع هكا. وهاد اللوين هذا تا هو طلع لها غزال، جات كتحمق هادي. هاد اللوين فيها واعر، حمقني هاد اللون هذا. المهم ندوز دابا للدرس ديالنا ان شاء الله. غادي نبدا غنفصل لكم هاد جوهره في البلوغوا. هاد اللوين هذا هو اللي غتشوفوا معايا الطريقه ديال الفصاله ديالو. بالنسبه للضروس راه دائما تنحطوا البنات اي حاجه جديده ولا اي فصاله خرجت جديده غادي نشاركها معكم. اما بالنسبه للناس اللي تيقول لي مابقيتيش كتحطي الضروس بزاف، راه كلشي حطيتو لكم، راه ازيد من 500 فيديو تبارك الله ما شاء الله، راه عامين ديال التعلم. يعني مابقاش كنلقى شي حاجه اللي جديده غادي نحطها، ما عدا الا خرجت شي حاجه اللي جديده نتوما باقا ما عارفينهاش ولا انا ما حطاهاش عندي في القناه. اما اللي محطوط راه معاود شحال من مره وما يمكنش نبقى نعاود فيه. والدليل على هذا بما ان ما كنحط شي حاجه معاوده ما كتشوفوهاش، يعني عيق كنضيع فيها الوقت وكنبقى نشحف هكاك بلا حتى شي حاجه. والغبره اللي غبرت هاد السيمانه كان ضاربني البرد، كتسمعوا حتى صوتي شويه، يعني المغرب كله تقريبا ضربوا البرد هاد الشهر هذا. يعني اللي سولتو تتقول لي انا مروحه انا، يعني كاين ريح هذا ما قدرتش حتى باش غادي نهضر، يعني باش نهضر الصوت ما كاينش. دابا اليوم ان شاء الله صبحت شويه الحمد لله، قلت نبدا نفصل هذا الموديل الاول لانه عليه الطالب بزاف. كما قلت لكم البنات راه الدروس كلهم حطيتهم لكم، لان مؤخرا وليت كنحط حتى في قناتي الثانيه اللي هي حنان فلوغ، وبزاف البنات ولاو تيجوني تعاليق سلبيه تيقول لي وليتي كتحطي في هذه ما بقيتيش كديري الدروس، ما بقيتيش كديري. البنات راه الدروس كاملين عندكم، اللي حليتو عليها فمكم غتلقاوها في القناه عندي، في هذه القناه هذه الجديد مع حنان. بالنسبه للقناه الثانيه كنحط فيها شي حاجه اللي خارجه على الفصاله والخياطه، فلوغات، خرجات، شي حاجه عندي هكا شخصيه باش تعرفوا عليا انا، شنو تندير لوجهي، لي ماسك اللي كندير، روتينات ديالي، داكشي كله غنشاركو معكم في القناه الاخرى. ما تنساوش اللي باقا ما تابوناتش فيها دخل تابونا فيها حتى هي. وبالنسبه للدروس اللي خصها شي حاجه البنات خلي لي في التعاليق، وانا راه هنا الاشاره، خلي لي في التعليق قولي لي خاصني الدرس فلان فلاني. كان راه كلشي تقريبا حطيت لكم كلشي كلشي. انا اصلا ملي كتبدا شي حاجه جديده ولا تخرج شي موديل جديد كنكون فرحانه انني نشاركو معكم ولا نشرح لكم بلي ديطاي داك الموديل كيفاش داير باش تخدموا عليه حتى نتوما. هذا هو الهدف ديالي اللي كان وغيبقى دائما. وندوز دابا باش نفصل لكم هاد الجوهره. هاد الجوهره هادي هاد الموديل جديد، يعني اللي كيجي هكا لكم منها فيها ماشي بحال هكا قفيطي، وكاين اللي كيحسمهم بالمجدول، كاين اللي كتلبسها هكا مطلوقه يعني كندوره كتجي غزاله في اللبسه. هادي حتى هاد الموديل حاطه ليكم فاش صايبت كنيضره لماما بالنمر في الصاله ديال كندوره كيمون، وحاطه ليكم شحال مره. المهم ما فيها بس نعاود لكم هذا ديال الجوهره حتى هو. وكنشكركم بزاف على المتابعه البنات، حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع البنات اللي كيتعلموا معاكم باش هكا يستافدوا من هاد كنيضره حتى هي. المهم هذا هو التو كيما قلت لكم جوهره. هو هذا بالنسبه للعبار ديالو كيكون فيه دائما 3 متر، حيت ما تيكونش فيها العرض كتكون فيها 3 متر. حنا غنشدو التو غادي نطويو هكا على جوج
غيعطينا متر ونص، واللي طويله طولها فايت المتر ونص تاخذ 3.5 ديال الثوب. يعني هاد 3 متر ما غاديش تكفاه، 3 متر كتكفى الناس العاديين. اللي طويله تبارك الله واصله 3 متر واصله متر ونص في طولها، يعني راه ما غيبقاش ليها عبار ديال الخياطه والتكفيفه وداكشي، تاخذ 3.5 3.25 بالنسبه لهذا الموديل. كما شفتوا طوينا بحال هكا حاشيه مع الحاشيه ها هي، ونعاود عاوتاني نطويه مره اخرى هكا على جوج، باش هنا غيبقاو ليا هادو هما الكتاف مسدودين. بغيتو تحلوهم ديروا فيهم شي طريسنات ولا شي طريزه ولا شي حاجه كتحلوهم. المهم الطويه غادي تجيني بحال هكا، الفوق يكون عندك بحال هكا مطوي بحال هكا. حنا غنحتاجو غير الفوق وهاد البليصه هادي. المهم دابا كما شفتو شوف البلاصه اللي غتبان ليكم فيها. المهم الثوب هو هذا. دابا من هنا عندي الجوين جوج هم مسدودين تيقاد الكاميرا. المهم كما شفتو الجويه كما قلت لكم هنا، هنا عندي بجوج جويه مسدودين ها هما، ومن هنا محلولين هذوك غير الحاشيه. غادي نجيب دابا هنا الطباشير سنتيم وغادي نبداو ان شاء الله من الفوق. عرفتوا راه ما فيهاش شي حاجه، هذه البصاله هذه اسهل ما يكون هي هذه البصاله. بالنسبه لهنا كما قلت لكم راه هذا هو الكم. اللي بغى طول من هكا راه كاين اللي كيزيد واحد البوانيه، كيزيد واحد شويه ديال الثوب باش كتكملي به الكم. بالنسبه اللي بغى تغطي يدها كامله، اما هذا العبار هذا فكيجي هنايا بحال هكا، كيجي 3/4 او لا دومي مونش. بالنسبه لهنا غنجي كما قلت لكم الجهه المسدوده هي هذه، هذا هو هنا فين غادي تكون الخدمه ديال نص الثوب. غتجينا فهاد البلاصه، بغيتي تشقيه وتخلي يعني تخدمي غير النص، تخليها مسدوده من التحت كتخليها، ما بغيتيش شقيها كامله وحليه كله صافي، غيجيك نفس يعني نفس الخدمه. يعني اللي بغات جوهره مسدوده من القدام ما فيها حتى شي حاجه، يعني ما ضايرش لا كابلي هابط لا حتى حاجه، غتخدمي بهذه الطريقه هذه. نجي هنايا العنق، غناخذ 7 سنتيم ديال العنق بحال هكا، هي اللي غنقورها صافي. كما قلت لكم بغيتو طيحوا هذا الكتف هذا تقطعوه قطعوه، كنتو ما بغيتوش فيه شي طراسون ولا شي حاجه خليوه مسدود ما تقطعيه ما والو. كنجي هنايا كنشوف عبارت لكم اللي انا باغا من هنا لهنا هو اللي فيه لكم. بالنسبه لهنا غندير 20 ها هي ديال لكم. بالنسبه لعبار الصدر غندير انايا 32 باش تجيني بحال يعني يلبسوها صغار وكبار وكل شيء، اي طايت تلبسها. غندير 32 ها هي عبار الصدر نجي هنا صافي كنديرها بحال هكا. بالنسبه لهاد الطلعه هادي هنا كتعبري بحال غتعبري التركيز ديالك شحال فيه، من الاحسن ديري هنا 30 26. بالنسبه لهاد الطلعه هادي ولا ديك التفخفيخه اللي كتكون هنا تحت الباط، انت اللي غادي تكوني حره انك تشوفي شنو ديري، واش تبدايها من هنا وتخرجي يعني كيبقى هذا كله عرض، بغيتي تجي حتى لهنا وتخرجي يعني شان كتجي غير بحال القندوره ما كيجيش فيها العرض بزاف، كتجي كتبان بحال القفطان عادي يعني غير الكم اللي ما مقطعش كيكون متصل. بغيتيها تجي كمفخخه بزاف كتجي من هنا وتبداي غادا طالعه طالعه عند راس الكم. هاد البصاله هادي كتجي زوينه، هاد الثانيه اللي درت كتجي زوينه، وهذا ان شاء الله من يتخدم راه غادي نشاركو معاكم. بالنسبه لهنايا العبار الصدر ها هو 32، من هنا لهنا هبطي ب 26 ب 28 على حساب الطاي كيفاش دايره. كانت بنت صغيره ولا في الطاي ديالي انا كندير تقريبا على 26 حتى 30، كانت كبيره بقاي غادي تهبطي. اصلا هاد البلاصه شحال ما عرضتيها مزيان ماشي مشكل. وهنايا بالنسبه ليهونش باش ما تدخليش في جهه ليهونش تهبطي من هنا لهنا ب 55 ها هي 55، وتجي هنايا وديري شحال عندك في ليهونش 33 32، غندير هنا غير 32 صافي، ونهبط بهذا العبار هذا حتى لتحت ونشوف دابا الطول ديالي كامل. كنظن هاد الفصاله هادي راه ساهله، وغنعاود معكم حتى في ورقه وستيلو باش تشوفوها مزيان. بالنسبه للطول غادي نخلي هنايا متر ونص باش يبقى يكفاني مع التكفيفات وداكشي، غندير متر و 48. بالنسبه للجلايد غادي ندير فيهم غندير 42
غندير غير 42 هادو ما كيبغيوش الجليل بزاف. ولا كنتي غديري فتيحه ديري غير 38 صافي غادي نواصل هادي. انا نقطع وغادي نعاود لكم بالنسبه لي ما فهمتش غنعاود لكم في ورقه وستيل حيت ساهله. اسهل حاجه هي هاد الدندوره هادي كما قلت لكم. غنجيو دابا هنا نقطع هاد 7 سنتيم اللي درنا ونهبط بجوج سنتيم صافي ونخليها حتى من بعد غادي نحيدو ونقور هذاك الجاخ لتحت. غادي نطلع بواحد 3 سنتيم بحال ديما بغيتي مقبوط ديريه مقبوط، بغيتيه وسع من هكا ديريه وسع من هكا صافي. شنو غندير؟ هذه هي الدراعيه ديالها هي كيفاش خرجات. اولا الكندوره كتجي بحال هكا. بالنسبه لهذا العرض اللي قلت لكم راه تقدري تزيدي من هنا تقدري حتى الفوق على حساب. هذه حيت طاي ستوندار تقريبا قدي. دابا كيفاش غادي نقور الكول؟ غادي نحلها بحال هكا باش نقور الكون ديال التقوره ديال الامام. نجي بحال هكا هنا نقاد مزيان جوهره غير عطيوها الخاطر باش تقادوها مزيان. وكما قلت لكم البنات ما تنساوش تدخلوا تشوفوا الفيديو اللي حطيت لكم في الصاله ديال جوهره صغير. غادي نخليه لكم في اول تعليقات القناه ان شاء الله ولا في صندوق الوصف. بالنسبه هنايا للامام ها هي هذه هي الضربه اللي ضربت. دابا غادي نخلي هذا هو الظهر وهذا هو الامام ديالي هنا. حاولوا هنا ما تضربوش بزاف حيت هذا متصل يعني. يلاه يلاه من هذا القنت هذا اولا من هذا القنت غادي نهبط بحال هكا 15 صافي. نمشي بحال غنقور شويه بحال غنمشي مايله بحال هكا ونكراني هنايا البلاصه ديال الظهر باش اللي غيخيط يعرف الظهر فين جا حيت هادي ملي كتهزي صافي ما كيبقاش يبان الظهر من القدام. هنا ندير واحد بحال فتيحه صغيره باش يبان لهم حتى المنتصف ديال الصدر صافي. هادي كملنا دابا الفصاله ديالها. كما قلت لكم غادي نعاودها معكم دغيا دغيا في شي كتاب غير باش تفهموا. بالنسبة لهنا غادي نهبط الكاميرا شوية. بالنسبة لي ما جاهاش واضح غادي نفهمك هنا اكثر. دابا هذا هو الثوب فهمتي. هذا هو الثوب بحال هكا. هنايا درنا هنا هي الجهة المسدودة عندنا الجويه بجوجهم مسدودين هما هادو. هنا هنا درنا ديك 8 ولا 7 ديال العمق. ديري غير 7 ونديرو لها بحال هكا. نهبطو بواحد 2 سنتيم من هنا. هذا هو الكم كما قلت لكم. هنا بغيتو تحلوه وديرو شي طريسنات غتهبطي بحال هكا بواحد 10 سنتيم ولا 6 سنتيم تهبطي وتحليه. كنتي ما بغيتيش ديري لا طراس لا والو خليه مسدود. بالنسبه لهنايا هذا هو راس الكم. انا درت فيه كيما شتو 18 16 20 اللي بغيتو ديروها ديروها في راس الكم هو هذا. دابا غندوزو للصدر. عبار الصدر مثلا درنا هنايا مثلا 27 ولا 30 غتبقاو غاديين بحال هكا من الفوق تبقاو غاديين بعبار الصدر كما العاده. دابا وصلنا للجليل هنا درنا قلنا 42 الجليل كيبقاو اختياريين. ها هما كنطلعوا في الجليل بواحد 2 سنتيم من الحاشيه 4 سنتيم 3 سنتيم على حساب شحال ما كبرتو. درتو 38 غطلعها ب 2 سنتيم. دابا كيفاش غادي نقور؟ هنا كما قلنا من هنا لهنا غادي الا بغينا نلقاو عباره ليونش. الا بغينا نلقاو ليونش ديالنا غادي نهبط من هنا لهنا ب 55 غتعطيني ليونش مثلا جاوني هنا. دابا هنا فين بقات ليا هاد التقويره هادي كنجي وكنقور بحال هكا منكم وانا هابطه هابطه غنمشي نيشان عند الجليل. هاد العرض هذا ديال من هنا لهنا هذا هو اللي كما قلت لكم كيبقى اختياري. تقدري تطلعي حتى لهنا عاد باش تمشي لكم
يعني ما غيكونش عندك الثوب بزاف هنا تحت الباط. بغيتي الثوب يكون كثير ويعطيك داك البلي كيجي زوين في اللبسه كيعطي داك البلي، جيب بحال هكا بحال اللي درت انا، غطلعي من هنا وتجيني شان. كاين ثاني اللي كيجي بحال هكا وتهبطي ما كيقورش بزاف، هذه حتى هي تجي بحال الخفاش. المهم هاد الدوره هذه كتبقى اختياريه، وانتم نهار على نهار وبياسه على بياسه كتبقاو غاديين وكتقادو تشوفوا انت الشكل اللي كترتاحي فيه تلبسيه. هذا ما كان، كنتمنى الشرح ديال اليوم يكون مفهوم وتكونوا استفدتوا منه. شرحت لكم في الثوب ومن بعد في الورقه هكا وستيلو. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هاد الكورميت هادو، راني حطيت لكم فيديو في القناه الثانيه ديالي، هادو ديال اكابيجو اللي بغاتهم ولا اللي بغات تسجل مع السيده تدخل عند حسنة اكابيجو، راني حطيت النمره ديالها في القناه ديالي الثانيه، غتلقاو الفيديو غنخلي لكم في اول تعليق مثبت. وبالنسبه للفيديو اللي فيه الفصاله اللي قلت لكم انا وبابا غنخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. وما تنساوش تدخلوا شوفوا الفيديو اللي خديت منه هاد الاكسسوارات.